مساء الخير. رح تشهد سما أستراليا مساء بكرة الأربعاء ظاهرة قمر الدم أثناء الخسوف الكلي للقمر، ويعد هالنوع من الأحداث الفلكية حالة نادرة لما تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، وبتعجز أشعة الشمس للوصول للقمر فبتغير لونه وبميل الإحمرار، ورح يكون الأستراليون الأوفر حظ بمشاهدة هالظاهرة الفريدة، وأكيد رح يتوافد السكان لأقرب نقطة ليشاهدوا هالظاهرة بوضوح. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أما الحرارة معتدلة والهواء خفيف، أما البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 127 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، لبكرة طقسنا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل 17 وبالبقعة 8، على المرتفعات 12 و5 بالقريب. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ إذن لبكرة عكار بينه 21، الرحبي 21، المدفون 30 درجة، روشة 30، عبرة 30، وحريص 30. واستفيدوا من الطقس الحلو قبل ما يبلش فصل الشتاء، رشية 26، تعنيل 28، بعلبك 27، والهرمل 30 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. إذا الليلة بتوصل ل 17، وبكرة بتتراوح بين 17 و30، والخميس بين 17 و29 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الرياض 37، وأبو ظبي 38، ومن بعدها تونس 32، والقاهرة 32 درجة، وأخيرا روما 26 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة، أما هلأ بترككم تابعوا آخر وأهم أخبارنا.